السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض كده شابتر 1 اللي هو الميديكال بايو فيزيكس، وكده يبقى ده اخر شابتر من الشباب اللي داخله في الامتحان. شرحنا شابتر 3 اللي هو الليزر، وشرحنا شابتر 2 اللي هو الهيت، ودلوقتي هنشرح شابتر 1. دول كده الثلاثة اللي داخلين ان شاء الله معاكم في امتحان البايو فيزيكس. طيب اول حاجه كده البيج دي او الصفحه دي كده انترودكشن لازم نبقى عارفينها. بيتكلم اول حاجه عن الميديكال بايو فيزيكس، بيقول ان هي ستدي ذات يوز فيزيكس تو ديسكرايب بايولوجيكال بروسيس فور بروبوز اوف ميديكال ابلكيشن. يعني بيقول لك هي عباره عن الدراسه التي تستخدم الفيزياء في وصف العمليات الحيويه بغرض التطبيقات الطبيه. تستخدم، معلش، الفيزياء مش الطب، يعني دي كده بس غلطة في الورقة. تستخدم الفيزياء في وصف العمليات الحيوية بغرض التطبيقات الطبية. طيب ده تعريف يعني لازم ايه نبقى احنا عارفينه كانترو كده. بعد كده دخل لي في نقطة تانية، بيقول لي الميديكال ايميجينج التصوير الطبي. زي ايه التصوير الطبي ده؟ زي اي اشعة بنروح نعملها، ما اي اشعة احنا بنروح نعملها ده بيسموه ميديكال ايميجينج، تصوير طبي. حتى هو مديني مثال عليها، بيقول لي ماجنتيك ريزونانس ايميجينج اللي هي الام ار اي، اشعة الرنين المغناطيسي. اكيد كلنا سمعنا عنها، اللي هو الجهاز اللي هو بيبقى عامل كده ده، وبنخش جواه ويخش جوه حاجة كده كبيرة، ده اللي هو اشعة الرنين. ده كده اللي باختصارها اشعة ام ار اي، بيقولوا عليها اشعة الرنين اللي هي ماجنتيك ريزونانس ايميجينج. ده طبعا مثال على الميديكال ايميجينج، عايز يديك مثال يعني على التصوير الطبي او الاشعة بسرعة. طبعا في انواع من الاشعة كتير جدا، ولكن ده مثال واحد بس عليها. وكمان بيقول لي مع الميديكال ايميجينج دي هي عبارة عن ايه، بيقول لي هي عبارة عن يعني ده زي ده الديفينيشن بتاعها، بيقول لي هي تكنيكس اند بروسيس used to create images of the human body for clinical purposes. يعني ايه؟ بيقول لي تقنيات وعمليات بيتم استخدامها عشان نعمل صوره لجسم الانسان لاغراض علاجيه. يعني مثلا انت لما تروح لدكتور عظام ومثلا دراعك بيوجعك جدا، فدكتور العظام مثلا مش عارف يشخص، فهيقول لك والنبي روح اعمل لي اشعه على مثلا الدراع عشان اعرف الدراع ماله. فهو اذا هنا هو كده صور الجسم. الاشعه عباره عن ايه؟ ان هو بيصور لك الجسم من جوه، لان ما حدش يقدر يشوفه غير الاشعه غير التصوير. فهو بيقول لك ان هو عمليات علشان اكون صوره لجسم الانسان لأغراض علاجية. لأن أنا دلوقتي لما أنا صورك وأشوف جسمك وأشوف مثلا الحتة اللي أنا عايز أشوفها من الجسم فيها إيه أو مالها، أنا أقدر بناء على ذلك إن أنا أدي العلاج أو إن أنا يعني أعمل تشخيص. فهو بيقول لك إن موضوع التصوير ده بيكون لأغراض علاجية. يبقى وكمان يعني زي ايه، ان هو بيستخدم التصوير ده في الميديكال بروسيديورز، في اجراءات طبيه، وفي الدياجنوز، في التشخيص عشان اشخص، وكمان بيستخدموه في الاناتومي في التشريح، وفي الفسيولوجي اللي هو علم وظائف الاعضاء. دي يعني الايه الحاجات اللي علاقه بالميديكال ايميجنج. دي كده كانت انترو عن الشابتر. بعد كده اهم حته بقى في الشابتر، وهي التايبس اوف فورسز، انواع القوة. احنا القوة عندنا نوعين، عندنا حاجة اسمها جرافيتيشنال فورس، قوة الجاذبية الارضية، ودي مين اللي عملها؟ العالم نيوتن. نيوتن هو اللي اكتشف الجاذبية الارضية ووضع لي النيوتن لو، قانون نيوتن. طيب وعندنا قوة كمان اسمها الالكتريك فورس، الالكتريكال فورس، القوة الكهربية، وده العالم اللي اكتشفها هو العالم كولومب، وحط لي كولومب لو. طيب هنتكلم دلوقتي عن مين؟ هنتكلم مع واحده واحده عن حاجه حاجه. الجرافيتيشنال فورس هي بتبقى عباره عن ايه؟ هي عباره عن القوه بين تو ماسز، بين كتلتين. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دلوقتي نيوتن لما كان قاعد واكتشف اصلا الجاذبيه الارضيه، اكتشفها بناء على ايه؟ هو كان قاعد تحت الشجره، تمام، والشجره كان فيها تفاح، فالتفاحة وقعت، لقاها مرة واحدة وقعت على الأرض. فعلشان كده من هنا لما التفاح وقع على الأرض اكتشف إن في جاذبية أرضية. فكده في كتلتين انجذبوا لبعض، أنهي كتلتين
انا دلوقتي الارض دي كوكب الارض ده مش كتله؟ اه ده كتله. طب والتفاحه؟ التفاحه دي مش كتله؟ اه كتله. يعني مش دي ماس ودي ماس؟ اه دي ماس ودي ماس. طيب يبقى كده الكتلتين حصل بينهم انجذاب لبعض، في انجذاب بتوين التو ماسز، فعشان كده من هنا حط قانون الجرافيتيشنال فورس او قانون الجاذبيه الارضيه. طيب قانون الجاذبيه الارضيه بيقوم على ايه؟ بيقوم على ان هو في قوه واحده بس، ايه هي؟ الاتراكشن فورس، يعني قوة تجاذب، يعني ما بيكونش فيه قوة تنافر. يعني مثلا هل التفاحة مثلا وكوكب الأرض ده ماس 2 وده ماس 1، دي ماس مثلا الأولانية ودي ماس مثلا التانية مثلا، يعني فهم هو بيحصل بينهم انجذاب، الأرض بتشد التفاحة، تمام. هل كان ممكن يحصل ما بينهم ريبالشن فورس، يعني قوة طرد؟ يعني هل مثلا كانت الأرض ممكن تزق التفاحة لفوق؟ لا. فهو القانون قايم او فكره الجاذبيه الارضيه قايمه على ان هو بيبقى في كتلتين بيشدوا في بعض او بيحصل ما بينهم تجاذب، فبيقول لك ان في القانون ده هي بتبقى قوه واحده بس اللي هي الاتراكشن فورس، قوه التجاذب. طيب تعريف الجرافيتيشنال فورس، بيقول لك there is a force of attraction between two objects، بيكون في قوه تجاذب بين حاجتين. This force is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance separating them. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي احنا لما نيجي اهو في دول الكتلتين مثلا، هنتخيل كده كتلتين ان هما في بينهم تجاذب، في ما بينهم المسافه اللي بينهم بنسميها ار، المسافه اللي بينهم بنسويها ار، والقانون كله على بعضه اف جي بتساوي جي مضروبه في ماس 1 مضروبه في ماس 2 على ار سكوير. ايه بقى الاف جي دي؟ الاف جي دي هي القوة الجاذبية الارضية اللي هي جرافيتيشنال فورس. طب والجي دي نفسها؟ الجي دي نفسها اللي هي ثابت الجاذبية الارضية. طيب وماس 1 دي الكتلة الاولى، طب وماس 2 دي الكتلة التانية، طيب وار سكوير دي المسافة بين الكتلتين. طيب لما نيجي نترجم القانون، لما نيجي نترجم القانون هنلاقي ان في الديفينيشن هو ترجمه القانون، لان هو بيقول لك ان هي زيرو از اتراكشن فورس، قوه تجاذب بين حاجتين، الفورس دي دايركتلي بروبورشنال تو ذا برودكت. اني فورس؟ الاف جي دي، بيقول ان هي دايركتلي بروبورشنال مع البرودكت بتاعت الايه الماس، يعني ان هو في علاقه طرديه بين الاف جي والماس الاولانيه مضروبه في الماس الثاني. يعني لو الاف جي دي قامت زادت، الماس الاولانيه ضرب الماس الثانية هيزيدوا. طب لو الاف جي دي قلت، الماس الاولانية ضرب الماس الثانية هيحصل لهم ايه؟ هيقلوا. طيب والاف جي دي علاقة عكسية inversely proportional to the square of distance، square of distance قصده بيها ايه؟ r square، علاقة علاقة عكسية. يعني الاف جي لو زادت ال r square دي هتحصل لها ايه؟ هتقل. طب لو دي قلت دي زادت، ودي اللي هي سكوير ليه؟ عشان هي ار سكوير اهو، فهو بيقول inverse proportional to the square of distance، قصده بيها السكوير اوف ديستانس دي مين؟ اللي هي الار سكوير، الار سكوير دي اللي هو قصده بيها السكوير اوف ديستانس. طيب هو مديني معلومه بيقول لي فيها ايه؟ مديني معلومه بيقول لي فيها ان الجي دي اسمها يونيفرسال كونستانس اوف جرافيتي، اللي هو ثابت الجاذبيه الارضيه، وبيبقى برقم كام؟ ده بيبقى كونستانت، هو بيدولي في المسائل في الامتحان، يعني انت ما بتجيبوش، ده بيكون 6.667 مضروبه في 10 باور نيجاتيف 11، واليونت بتاعتها الميجرنج يونت وحده القياس نيوتن دوت مضروبه في متر سكوير ديفايدد كيلو جرام سكوير. ده كده كانت الجرافيتيشنال فورس، قوة الجاذبية الأرضية. طيب عندنا الجزء الثاني وهو الإلكتريكال فورس، القوة الكهربائية، اللي هو العالم اللي اكتشفها كولوم، وحط كولوم بلو. بيقول بقى إيه؟ بيقول إن الأتراكشن فورس قوة دي بيبقى فيها حاجتين، قوة تجاذب وقوة تنافر. طيب هنعرف ليه دلوقتي؟ لأن هي قوة الكهربائية دي بتكون بين شحنتين. يعني مثلا أنا عندي هنا كده أهو، ده كده كيو 1 شحنه، وده كده كيو 2 دي كده شحنه تانية، حلو. فدلوقتي ممكن الشحنتين دول تبقى دي مثلا الشحنه الاولانيه موجبه والشحنه التانيه سالبه، يعني بوزيتيف ونيجاتيف. طيب مش بوزيتيف ونيجاتيف بيحصل بينهم اتراكشن، فيحصل هنا اتراكشن فورس، قوه تجاذب.
طيب مش ممكن الشحنة دي تبقى بوزيتيف اللي هي Q1 الأولانية والشحنة دي تبقى بوزيتيف زيها؟ طب مش هنا هيحصل ريبالشن فورس أو ريبالسيف فورس اللي هو قوة تنافر، يعني دي هتروح الناحية دي ودي هتروح الناحية دي، الاتنين هيتنافروا عن بعض أو هيزقوا بعض، عمرهم ما هيحصل بينهم اتراكشن، عمرهم ما هيحصل بينهم أي تجاذب، دي هتروح كده ودي هتروح كده، كل واحدة فيهم هتمشي في حتة، عمرهم ما هينجذبوا لبعض. يعني سوري على السهم اللي كان في النص ده كان غلطة، بس انا عايزة اودي بس ان كل واحدة هتروح فيهم في حتة، عمرهم ما هيتجاذبوا. زي مثلا اهو ادي شحنة سالبة وشحنة سالبة، دي هتروح في حتة ودي هتروح في حتة، عمرهم هيحصل بينهم ريبالسيف ريبالشن فورس قوة تنافر، عمرهم ما هيتقابلوا، فعشان كده هنا بيحصل ريبالشن فورس قوة تنافر. يبقى دي هنا كده الريبالشن فورس ودي كده هنا الاتراكشن فورس، دي قوة تجاذب ودي قوة تنافر، الاتنين بيحصلوا فين؟ الاتنين بيحصلوا في الالكتريكال فورس، يعني في الالكتريكال فورس مسموح ان يحصل، ممكن يحصل قوتين، يا قوة تجاذب يا قوة تنافر. يبقى انما كان في الجرافيتيشنال فورس كتب لك اتراكشن بس، كتب لك تجاذب بس. ليه؟ لان مثلا هل في تفاح، يعني لما التفاح مثلا نزلت على الارض هل في تفاحه موجبه وفي تفاحه سالبه؟ هل في مثلا الارض ده كوكب، هل في كوكب موجب وكوكب سالب؟ ما فيش الكلام ده. فهي بتحصل في ايه؟ في الكهربائيه بس، او في الحاجات اللي فيها شحنات، فيها تشارجز، فيها كهرباء، كل الكلام ده. طيب نكمل بقى شرح الكهرباء. طب تعريف الالكتريكال فورس، الديفينيشن ذا ريبالسيف اور اتراكتيف فورس بتوين تو بوينت تشارجز از دايركتلي بروبورشنال تو زير برودكت اند انفرسلي بروبورشنال تو ذا سكوير اوف ديستانس سيبريتنج ذم. يعني ادي عندي الشحنه الاولانيه اهي والشحنه الثانيه، المسافه بينهم ار، القانون الاف اي بتساوي كي مضروبه في كيو 1 في كيو 2 اوفر ار سكوير. ايه بقى الكلام ده؟ الاف اي ده الالكتريكال فورس اللي هي القوه الكهربائيه. طيب الكي ده ثابت الكهربائيه، مديني تحت كي الكتريكال كونستانت بيساوي 9 تايمز 10 باور 9 واليونت بتاعته نيوتن متر سكوير ديفايدد سي سكوير. طيب الكي 1 دي الشحنه الاولانيه، والكيو 2 دي الشحنه الثانيه، واللي تحت ده الار سكوير المسافه بينهم الاثنين. طبعا في المساله بيقول لي مين دايركت مع مين، ان الاف اي برضو اللي هي الالكتريكال فورس دايركت مع مضروب الاثنين مع بعض، مضروب الشحنتين مع بعض اللي هو الكيو 1 مضروب في كيو 2 دايركت مع الالكتريكال فورس، يعني الالكتريكال فورس لو قامت زادت المضروب الكيو 1 والكيو 2 هيزيدوا. طب لو الاف اي قلت الكيو 1 مضروبه في كيو 2 هيقل، طب لو دي زادت الار سكوير هتقل، طب لو دي قلت الار سكوير هتزيد. يبقى ده بيقول لك ان ده علاقته دايركت علاقه طرديه مع مضروب الشحنتين، وعلاقته عكسيه مع السكوير اوف ديستانس، نفس فكره القانون الثاني لما كان بيشرحه بيتكلم عنه ان هو انفرسلي بروبورشنال مع مين، علاقه عكسيه مع مين، ودايركت بروبورشنال مع مين، علاقه طرديه مع مين. اللي في الامتحان بجد بيحبوا قوي الحته دي والله العظيم، بيسالوا فيها جدا جدا جدا، مين طردي مع مين ومين عكسي مع مين، والله العظيم بجد حرفيا السنه اللي فاتت كان جايب اكتر من سؤال في الام سي كيو عن الحته دي بالذات، عن مين عكسي مع مين ومين طردي مع مين والسكوير، وهل ده انفرسلي بروبورشنال مع السكوير ولا دايركت بروبورشنال مع السكوير اوف ديستانس، لو قال لك مع الديستانس بس تبقى غلط، ركز ان هي تحت على سكوير، حاجات لعب اللعب. فلازم نبقى احنا فاهمين القوانين كويس جدا وفاهمين الحتت كويس جدا عشان هو بيلعب في الامتحان عليها، فخلي بالك لو قال ديستانس بس تبقى غلط، هي انفرسلي مع السكوير اوف ديستانس، لو قال دايركتلي مع السكوير اوف ديستانس صح، طب لو قال دايركتلي مع قصدي لو قال دايركت مع السكوير اوف ديستانس غلط، لو قال انفرسلي مع السكوير اوف ديستانس صح، الكلام ده كله بقى لازم نبقى عارفين مين دايركت مع مين ومين عكسي مع مين. لو قال دايركتلي مع الديستانس برضو غلط، انفرسلي مع الديستانس بس وشال كلمه سكوير غلط، كل الكلام ده بيلعب فيه جدا جدا جدا، فلازم نبقى احنا عارفين ومذاكرين كويس مين مع مين عكسي ومين مع مين طردي.
طيب بعد كده انا راجعه برضو عايده لك الحته دي في ورقه تاني لوحدها، بس يعني اي معلومه. الجرافيتيشنال فورس الميجرنج يونت بتاعتها بتبقى يا نيوتن يا كيلو جرام دوت متر ديفايدد سكند سكوير، يا اما كيلو جرام دوت متر مضروبه يعني في متر مضروبه في سكند باور نيجاتيف 2. انا لو هنا قاسمه زي ما انا يعني سايبه الديفايدد، فبيفضل اس باور 2 على طول او اس 2، انما هنا عشان الضربه فهتبقى اس باور او اس نيجاتيف 2 لو انا حولتها يعني لضرب. طيب القوتين الجرافيتيشنال فورس او سواء الالكتريكال فورس، الاثنين لهم نفس الميجرنج يونت. اي فورس ليها الميجرنج، بص بدل فورس عامه بدل قوه، فهي بتبقى وحده القياس بتاعتها حاجه من دول. بس غالبا يعني والشهيره ان انت بعد ما تخلص الفورس تكتب نيوتن وخلاص. بس لو جاب لك في الام سي كيو ان دي تمشي ودي تمشي، اه دول يمشوا ينفعوا، ولكن ايه، ولكن الايه النيوتن هي السيده، يعني ان الميجرنج يونت بتاعت الفورس هي الايه النيوتن. طيب بعد كده عندي عايده الكلام تاني، ان الاف لو زادت الماس 1 مضروبه في الماس 2 بيزيدوا، ان هما يعني دايركتلي، ولو قلت بيقلوا، وان الفورس انفرسلي مع السكوير اوف ديستانس. وعندنا بقى حته والله في منتهى الخطوره الدكتور برضو بتسال عليها، الجي اللي هو الثابت الجاذبيه الارضيه اللي اكتشف الثابت عالم اسمه كافنديش. طب نيوتن ده اللي اكتشف القانون نفسه بتاع الجاذبيه الارضيه، القانون كامل. نيوتن هو اللي اكتشف القانون كامل، او يعني هو اللي حط قانون الجاذبيه اللي هو الجي مضروبه في ماس 1 مضروبه في ماس 2 على ار سكوير. ده قانون كامل، ده بتاع نيوتن. يعني لو مين لو سالتك في الامتحان مين حط القانون كامل؟ نيوتن. طب لو سالت عن دي لوحدها كتبت مثلا the scientist who discovered the gravitational force، اللي اكتشف الجاذبيه الارضيه اللي هي اللي هو ثابت، قصدي اللي هو دي اللي هي هتقول لك اليونيفرسال كونستانت اللي هو الثابت الجاذبيه الارضيه. هنقول ساعتها مين؟ يونيفرسال كونستانت اوف جرافيتي، ثابت الجاذبيه الارضيه. يبقى هي قصدها جي بس، لو هي قصدها جي بس هيبقى اللي اكتشفه مين؟ العالم اللي اسمه كافنديش. يبقى انا ده هتسال، ممكن تسال عليه وتقول اليونيفرسال كونستانت اوف جرافيتي، الاوف جرافيتي اليونيفرسال كونستانت اوف جرافيتي اللي اكتشفه العالم كافنديش، انما القانون كله على بعضه او الجرافيتيشنال فورس كلها على بعضها العالم نيوتن. طيب الالكتريكال فورس، الالكتريكال فورس الكره الكهربائيه برضو، وعدت تاني ان الاف لو زادت الكيو ضرب الكيو هيزيدوا، لو زادت دي هتقل، ولو دي قلت ده يزيد، وكل الكلام ده العلاقات. انا برضو راجع عايداها تاني. في برضو ريمارك او ملحوظه مهمه جدا بتقول ان الماس بتاعت الالكترون هي نفس شحنه الالكترون، الماس كتله الالكترون هي نفس شحنه الالكترون. فدي برضو معلومه مهمه، ان كتله الالكترون هي شحنه الالكترون، الاثنين بيساووا 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 14 او اس نيجاتيف 14. دي كده كانت اهم الحته. طيب انا سمعت بقى حاجه ان الدكتوره السعيده ممكن تجيب ريتن او تجيب كومبير او كل او تجيب ديفينيشنز او كل الكلام ده، فالحته دي مهمه جدا. لو هي هتجيب كومبير يعني في الامتحان، لو هي هتجيب كومبير الحته دي مهمه جدا ولازم تتحفظ. هتجيب لك تيبل مثلا وتقول مثلا قارن بين السيميلاريتيز بتوين الكتروستاتيك اند جرافيتيشنال فورس والديفرنس بتوين الكتروستاتيك اند جرافيتيشنال فورس. يبقى قارن ما بين السيميلاريتيز والديفرنس، واوجه التشابه بين القوتين واوجه الاختلاف بين القوتين. تعالوا نشوف كده واحده واحده اللي هي التشابه، التشابه او السيميلاريتيز بتوين الالكتروستاتيك جرافيتيشنال فورس. اول حاجه بوس اكت ان فاكيوم، يعني ايه؟ يعني الاثنين ممكن يبقوا موجودين في الفضاء او في المساحه عامه. طيب تاني واحده بوس ار سنترال اند كونسرفاتيف، يعني ايه؟ يعني الاثنين بيكونوا مركزيين وكمان كونسرفاتيف، انا ممكن اعمل لهم حفظ او بيتحفظوا يعني. طيب بوس اوبي ان انفرس سكوير لو، يعني ايه انفرس سكوير لو او بوس اوبي انفرس سكوير لو؟ يعني الاثنين بيخضعوا تحت قانون الانفرس سكوير لو، اللي هو ازاي؟ مش اول قانون اللي هو الاف جي اللي هو بتاع الجرافيتيشنال فورس الجاذبيه الارضيه، ده بيساوي الجي مضروبه في ماس 1
تايمز ماس 2 على ار سكوير. طيب مش ده كده انفرس؟ انفرس مش احنا قلنا ان الاف جي، الاف جي دي في علاقه ما بينها طرديه وما بين الديستانس سكوير. طب ما ده كده اللي بيقولوا عليه انفرس سكوير لو. في هنا انفرس علاقه عكسيه وفي سكوير اللي هو الار سكوير، فده بيقولوا عليه انفرس سكوير لو. طيب وكمان الالكتريكال نفس الكلام، مش الالكتريكال برضو الاف اي، الاف اي كانت انفرسلي مع ال1 على ار سكوير المسافه بين الشحنتين، فنفس الكلام ده اللي يقصد بيه ان هي اوبي الانفرس سكوير لو. ممكن برضو تيجي ترو اند فورس، هل مثلا الالكتروستاتيك فورس والجرافيتيشنال فورس اوبي ان انفرس سكوير لو؟ يبقى الاجابه ترو، يبقى الاثنين ترو. طيب بوث بروباجيت، رابع بقى خاصيه او رابع تشابه، بوث بروباجيت ويز فاينايت سبيد، الاثنين بينتشروا بسرعه محدوده. مش مثلا ممكن تيجي الالكتروستاتيك اند جرافيتيشنال فورس بروباجيت ويز انفاينايت سبيد بسرعه يعني ما بتنتهيش، انفينيتي لا نهائيه، يبقى الاجابه غلط. يبقى نخلي بالنا من الحروف الانفاينايت اهي، دي لا نهائية، الحتة اللي مكتوبة نهائية فاينايت، فنخلي بالنا من الكلام بالله عليكم يا شباب، نركز نركز. الامتحان الفيزيكس بتبقى محتاجة تركيز عامة، فلازم نركز كويس جدا في كل حرف وفي كل ايه كلمة. طيب نشوف الديفرنس، اوجه الاختلاف ما بين القوتين، ما بين القوة الكهربائية وما بين القوة الجاذبية الارضية. بيقول معلومة ان الالكتروستاتيك فورسز ار ماتش جريتر ذان جرافيتيشنال فورس باي 10 اس سالب 36 او 10 باور 36 تايمز. يبقى الالكتروستاتيك اكبر من الجرافيتيشنال فورس بالرقم ده، اكبر منها ب 10 اس 36، فدي معلومة في أوجه الاختلاف. طيب الجرافيتيشنال فورس ار اتراكتيف فور لايك تشارجز whereas electrostatic forces are repulsive for like charges. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ان في الجاذبيه الارضيه او في قوه الجاذبيه اي كتلتين ممكن ينجذبوا لبعض، اللي زي بعض ينجذبوا لبعض، يعني ما فيش زي ما احنا ما قلنا ما فيش مثلا بتبقى كتله موجبه وكتله سالبه. انما بيقول ان في الالكتريك في الالكتروستاتيك في القوه الكهربائيه لا، ده الحاجات اللي زي بعضها بتعمل ريبالسيف لبعض، بتباعد بعض، بتزق بعض، يعني البوزيتيف يزق البوزيتيف ما بيبقاش عايزه، والنيجاتيف يزق النيجاتيف، الحاجات اللي زي بعض ما بتبقاش عايزه بعض، ما بيحصلش بينهم اتراكشن، ما بيحصلش بينهم تجاذب. انما الحاجات اللي بتبقى عكس بعض دي اللي بيحصل بينها تجاذب. فبيقول ان الالكتروستاتيك فورسز ار ريبالسيف فور لايك تشارجز، لايك تشارجز يعني الحاجات اللي زي بعضها. طيب الجرافيتيشنال لا عادي، ما هو زي بعضها، ما فيش حاجه اسمها ادي ماس 1 مثلا وماس 2 لا يشدوا بعض عادي، دول زي بعض يشدوا بعض عادي، ما فيش بقى بوزيتيف ونيجاتيف فيها والكلام ده. هي حتى احنا قلنا لما جينا اتكلمنا عنها ان هي اتراكشن فقط، ما فيش حاجه اسمها ان هي في الكتل تعمل تنافر، ما فيش كتله تعمل تنافر لكتله. طيب بعد كده تالت حاجه نو نيجاتيف جرافيتيشنال تشارجز while there are both positive and negative electrical charges. الحتة دي برضو لسه احنا شرحينها حالا، بنقول ان مفيش مثلا مفيش كتلة بالنيجاتيف وكتلة بالبوزيتيف والكلام ده. انما في الكهربائية لا، ده في بوزيتيف تشارج وفي نيجاتيف تشارج، فده برضو من ضمن اوجه الاختلاف. دول لو الدكتور قالت ان الامتحان هتجيبه ريتم او هتجيب فيه كومبير لازم يتحفظوا، لان ممكن تجيب لك جدول كومبير وتقول لك قارن بين السيميلاريتيز وبين الديفرنس، فتكتب لها النقط دول في الناحيه اللي بتاعت الديفرنس، وتكتب لها الاربع نقط دول في الناحيه بتاعت السيميلاريتيز. وكمان ممكن تلعب لو هي الامتحان مش هتجيبه ريتم تلعب فيهم في الام سي كيو، تلعب بقى على الحاجات دي رايت اند فولس رايت اند فولس رايت اند فولس، وتغير كلمه جملة كلها تبقى صح، وتغير كلمة تسيب كلمة زي ما هي. خلي بالكم يا شباب بالله عليكم. طيب اخر بقى حتة عندي حاجة اسمها الريزيدوال سترونج فورس. ايه الريزيدوال سترونج فورس دي؟ دي فورس بتوين تو اور مور نيوكليونز. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي مش انا عندي الاتوم اهي، ده منظر الاتوم، ده كده اتوم ودي كده اتوم، دي كده ذرة ودي كده ذرة. طيب الاتوم دي مش بيكون فيه من جوه نيوكلاس، حاجه اسمها نيوكلاس اللي هي النواه، بيقولوا على التو نيوكلاس يعني النيوكليايا الواحده بيقولوا عليها النواه الواحده بيقولوا عليها نيوكلاس. طب لو اكتر بيقولوا عليها نيوكليونز. الريزيدوال سترونج فورس دي هي القوه
اللبان، اللبان الايه النواتين، النواة دي والنواة دي. فهو بيقول لك it is a force between two or more nucleons. بيقول ايه؟ بيقول it is responsible for binding protons and neutrons in two atomic nuclei. يعني ايه؟ يعني دلوقتي اهو هنشرح. انا دي انا دلوقتي عندي دي كده الاتوم اللي هي الذره، حلو. طيب الذره دي جواها الايه؟ قلنا جواها النيوكليس النواه، يبقى دي كده الاتوم ودي كده النيوكليس النواه جوه النيوكليس، دي النواه ودي الذره، وجوه الذره في حاجات موجبه بوزيتيف اللي هي بنقول عليها بروتون، وفي حاجات من غير تشارج، في حاجات من غير تشارج بنقول عليها ايه؟ في حاجات من غير تشارج بنقول عليها نيوترون. دي بوزيتيف تشارج شحنتها موجبه، والنيوترون دي اللي هو نيوترال تشارج شحنتها متعادله، يعني لا سالبه ولا موجبه. طيب الريزيديوال سترونج فورس دي هي اللي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن انها تخلي البروتون والنيوترون يفضلوا ماسكين جوه النيوكليس، ان هي تربطهم بالنيوكليس. ده كده كل حاجه عن الايه؟ الريزيديوال سترونج فورس، معلومه نبقى عارفينها وقوه نبقى عارفينها من ضمن القوى ممكن الدكتور تيجي تسال برضو عليها، لازم نبقى احنا عارفينها ايه احتياطي. طيب ده كده شابتر 1 ناقص فيه ايه؟ ناقص فيه المسائل. حصة المسائل يا شباب هنعمل حصة مسائل، هجيب كل مسائل اللي لها علاقة بشابتر الليزر وشابتر الهيت وشابتر الجرافيتيشنال فورس، ولكن الاول انا كنت عايزاكم نذاكر الشباتر، وبعد كده ان شاء الله هيبقى معانا حصة للاسئلة ممكن يجي شكلها ازاي، اسئلة السنة اللي فاتت اللي الدكتورة كانت بتنزلها لنا او كانت بتبقى معانا ان شاء الله انا هنزلها لكم. وان شاء الله يا شباب ربنا معاكم ويوفقكم ويحقق لكم يا رب اكتر من اللي نفسكم فيه.